استاذ سعيد من القاهره، من اتفضل. استاذ سعيد، استاذ سعيد، الو الو، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. الله يخليك يا فندم، اسمك صح. نعمه وفضل، الحمد لله. اتفضل يا حاج سعيد. انا بقى عندي 90 سنه. ما شاء الله، لسه شاب يا حاج سعيد. ربنا يكرمك، الله يخليك. فكثير خروج الرياح. ده بيحصل بشكل متصل يا حاج سعيد؟ طول النهار يعني، وانا بتوضى يخرج رياح، اتوضى من هنا وعبال ما امشي اروح اصلي يخرج رياح. طيب انت بتسالني يعني، مش عارف في مجلس يقدر يكسب تيمم، هل ممكن التيمم؟ طيب انت ما بتقدرش تروح تتوضى على طول يا حاج سعيد؟ لا اقدر اروح، بس ما حكايه لا 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 انا بقى لا لا استنى بس، انت ما بتقدرش تتيمم، ما بتقدرش تتوضى ولا بتقدر تتوضى؟ اقدر اتوضى. خلاص، ما انا بس عشان اقول لك حاجه، عشان بس ما الاحسن يكونوا بيقولوا لك كل ما يخرج منك ريح تتوضى. لا بص يا حاج سعيد، اذا كان الريح ده مستمر كده فخلاص، احنا عندنا حاجه اسمها حكم من اصابه وسلس الريح زي سلس البول. انت هتتوضى لكل صلاه، يؤذن الاذان تتوضى، تتوضى بقى وتصلي كل الصلوات اللي انت عايز تصلي، الفرض وتصلي السنه، وعايز تصلي نفل اعمل اللي انت عايزه، وتمس المصحف وكل شيء. يؤذن الاذان اللي بعده وتتوضى، ما دمت قادر تتوضى. نفترض ان حضرتك مش قادر تتوضى خالص يا حاج سعيد، صحتك ما تسمحلكش ان انت تروح تتوضى ولا لاقي حد يوضيك، تمام. بس الاساس ان انت عندك بدل قادر تتوضى يبقى تتوضى. يبقى تعمل ايه؟ تتوضى لكل صلاه، وبعدين تفضل طول الصلاه. طب انا في الصلاه اخرجت ريح، ولا تشغل بالك، كمل صلاتك. طب انا بعد كده هصلي الصلاه اللي بعدها، صلي الصلاه اللي بعدها. يبقى انت ايه اللي هيحصل؟ يبقى انت هتتوضى لكل صلاه وضوء واحد بس، وان شاء الله ربنا يتقبل منك صلاتك ان شاء الله.